إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمرحبا بكم في لقائنا الثاني في دروس الزكاة. والآن بمشيئة الله سبحانه وتعالى نتحدث عن الترهيب من منع الزكاة. يعني الله سبحانه وتعالى ذكر آيات في القرآن الكريم، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صح عنه عديد من الأحاديث التي ترهب المسلم الذي من الله عز وجل عليه بالمال ومنع فيه زكاة مال. من هذه الآيات القرآنية قول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. إذن يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. لأن ربما بعض الناس يتوهم أنه حينما يمتنع عن أداء زكاة المال اللي هي النسبة التي حددها الله سبحانه وتعالى، سواء كانت ربع العشر أو نصف العشر أو على حسب يعني المال الذي تخرج فيه للزكاة كما سنبين حينما نتحدث عن الأحكام، ربما يظن بعض الناس أنه حينما يمتنع عن أداء هذه النسبة القليلة، يعني تخيل إحنا كما تحدثنا المرة الماضية قلنا مثلا أن الألف يورو عليه 25 يورو، الله سبحانه وتعالى لم يطلب منك مثلا أنك أنت تعطي زكاة على الألف يورو 500 يعني نصف بالنصف، لا، وإنما ده نسبة قليلة جدا من المال الذي من الله عز وجل به عليه. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. يعني مستخلف فيه؟ يعني أنت خليفة في هذا، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاك هذا المال، هو ملك لله سبحانه وتعالى في الإيه؟ في الحقيقة. وطلب الله سبحانه وتعالى منك تعبدا أنك أنت تعطي نسبة اللي هي الزكاة اللي هي حق الفقير والمريب، حق معلوم للسائل وليه والمحروم. فيظن بعض الناس أنه حينما يمتنع عن أداء هذه النسبة القليلة أن هذا خير له، أنه يظن أن هذا المال بدل من هو يعطيه للفقراء خلاص هو يأخذه لنفسه. فلذلك الله سبحانه وتعالى يقول: لا تحسبوه خيرا لكم بل هو شر لكم. يعني هذا المال الذي لم تؤدي فيه الزكاة سيكون وبالا عليك، ولكن من ناحية أخرى ستعلمها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني فرضا أن المال الذي لم تؤدي فيه الزكاة يعني تتوقع حدوث أي شيء فيه، من الممكن مثلا لو مشروع يصاب بالفشل، لو عقار من الممكن أنه يصاب بالانهيار، ممكن تصاب في صحتك، في صحة أولادك، في زوجتك، ما طالما أنك أنت لم من حتى في حديث آخر يقول فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. يعني الإنسان حينما يصنع المعروف الله سبحانه وتعالى بسبب صنيعه لهذا المعروف الله سبحانه وتعالى يبعد عنه الآفات والأمراض والمهلكات، يعني يبعد عنه الأشياء التي تضره بسبب صنيعه للمعروف. فصنائع المعروف تقي مصارع السوء. الحديث طبعا كامل بيقول فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيما بعد من مشيئة الله سبحانه وتعالى نزيد هذا الحديث إيه شرحا وتعليقا، لكن ما نود أن احنا نركز الحديث فيه هو في قول الله سبحانه وتعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. يعني لا تظن أنك حينما تمتنع عن أداء الزكاة هذا خير لك، بل هو شر لك، شر لك في الدنيا وفي الآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. سيطوقون يعني حيبة في إيه؟ طوق. الطوق دائما بيكون في الإيه؟ في العنق. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وإلهي ميراث السماوات والأرض. الرسول صلى الله عليه وسلم بيفسر هذه الآية بقوله في حديث رواه الإمام البخاري في صحيحه: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه ثم يأخذ بلهزمتيه، يعني بشتقيه، ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا الرسول صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل:
ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه الإمام البخاري في الصحيح الذي يقول فيه من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع؟ يعني الذي لا يؤدي في المال زكاة ماله الله سبحانه وتعالى يجعل هذا المال يوم القيامة في صورة شجاع أقرع. الشجاع الأقرع كما يقول شراح الحديث هو الحية الذكر، الحية اللي هو الثعبان أو الحنش يعني الحية. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنه أقرع، يعني هذا الثعبان أقرع. طبعا المعروف أن الإنسان الأقرع هو الذي لا شعر له، فيقولون عن الثعبان الأقرع أن رأسه ابيضت من كثرة السم الموجود في فمه. فلذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان يعني له نابان يطوقه، يعني هذا الثعبان يطوق هذا الإنسان الذي امتنع عن أداء زكاة المال، ثم يأخذ بلهزمتين يعني بشتقين، يعني الله سبحانه وتعالى يجعل الثعبان يشد شتقين هكذا، وينطق الله سبحانه وتعالى الثعبان ويجعله يقرع هذا الإنسان من باب التقريع، يعني يقول له أنا مالك، أنا كنزك الذي كنزته في الدنيا، يعني أنا المال الذي من الله عز وجل به عليك وامتنعت عن أداء الزكاة فيه أنا كنزك، يعني أنا الأشياء التي ادخرتها وامتنعت عن أداء حق الفقراء والمساكين فيه أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قول الله سبحانه وتعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو إيه؟ بل هو شر لهم. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فسر هذه الآية اللي هي الموجودة في سورة العمران أو الوردة في سورة العمران، فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم بحديث هذا الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه، معنى قول الله سبحانه وتعالى سيطوقون ما بخلوا به يوم الإيه؟ ما بخلوا به يوم القيامة. الآية الأخرى هي الآية التي قرأناها في صلاة العشاء في الركعة الأولى في قول الله سبحانه وتعالى والذي في سورة التوبة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الآية دي يعني واضحة لا تحتاج إلى تفسير، الله سبحانه وتعالى بيقول فيها أن الذي يكنز الذهب والفضة، يعني طبعا احنا قلنا في دروس سابقة في أكثر من مرة أنه لا حرج على الإنسان أنه يسعى على رزق ورزق أولاده، بل عد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الأمر نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. إنما المشكلة أن تكتسب مالا من حرام أو أن تكتسب مالا من حلال ولا تؤدي فيه لإيه؟ ولا تؤدي فيه الزكاة. فالذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم. يعني الله سبحانه وتعالى يجعل هذا المال الذي كنزته ولم تؤدي فيه الزكاة يقوى به جنبك، جنب الإنسان وجبينه وظهره. وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ما من صاحب، في حديث رواه الإمام مسلم في الصحيح، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة أحميت، يعني هذا المال يحمله ويقوى به جنبه وجبينه وظهره، فإذا بردت، أنت عارف يعني لما الشيء اللي هو الساخن أو المحمى ربما يبرد بعد فترة، بعد مثلا 10 دقائق ولا 20 دقيقة ولا نصف ساعة، فإذا بردت أعيد تسخينها أو أعيد تحميتها ويعاد أن يقوى بها مرة أخرى. هكذا يعني هكذا دولك، يعني كلما بردت كلما أعيد تسخينها وكلما إيه وكلما أعيد تعزيب. إذن الله سبحانه وتعالى بيّن الأمور في القرآن الكريم، وكذلك وضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وضح الله سبحانه وتعالى الجزاء أو العقاب الذي عده الله عز وجل لمن امتنع عن أداء زكاة المال. وزاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمر بيانا ووضوحا. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول أن الذي لا يؤدي يعني زكاة ماله فإن الله سبحانه وتعالى يجعلها يوم القيامة صفائح من النار ويكوى بها جنبه وجبينه وظهره، وهذا ما كنزه لنفسه. إنما الذي يؤدي زكاة المال اللي هي النسبة التي يعني بيّنها الله سبحانه وتعالى أو وضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه قبل ذلك أن من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هنكتفي بهذا القدر في هذا الجزء من أحكام الزكاة، وبعد ذلك بما شاء الله سبحانه وتعالى نواصل حديثنا الفقهي في هذا الباب المهم من أبواب الفقه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، كما نسأل سبحانه أن يغفر لنا ذنوبنا وأن ييسر لنا أمورنا وأن يبارك لنا في أرزاقنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله.